hello. هاي يا جماعة. Monday أول يوم في الأسبوع معكم حصريا. المنظمة مية خرسيتي دايما بالمواضيع السخنة من فوق من تحت من كل حتة. حسوني يا ولاد، مش عارفة ليه بتوحشوني في الويك اند كده، ببعد عنكم بتوحشوني. Alright، أنا مش عارفة بتاعتها شغالة ولا لا عشان أنا لسه تحت الشجر. However I'm gonna find out in a minute. بس let's hear Munir. Alright, we are on. Are we on? هل احنا مع بعضين على الهوا؟ Alright، خليني احط منير لغاية ما اشتغل. تخيل الاغاني اللي ودتنا في 60,000 ده، هي اغاني اللي هي بتقولك please be my rebound. Hi guys، ازيكم يا ولاد؟ A new week، اسبوع جديد بالنسبة لي. معرفش اخباركم ايه في مصر، يا رب تكونوا بخير واحسن مني دايما وصحتكم جميلة وراضين وفي حالة كده ايه، سلام داخلي وخارجي وسلام من فوق وسلام من تحت. Alright، so في observation من الobservations اللي انا بستنتجها في الحياة دايما عن تفاصيل الحب والزواج في العقلية العربية. Alright. ودايما احنا خلال حياتنا وخلال تلفزيوننا وخلال تاريخنا وخلال كل حاجة بنقول لك عايزين نحب وعايزين نتجوز عن حب وعايزين وعايزين وعايزين، وانا نفسي دايما بفشل وبقولها عايز اتجوز عن حب. Well apparently انا عايز الاحترام. احنا فشلنا ان احنا نعلم نفسنا ونعلم ولادنا ونعلم الاجيال ونعلم نفسنا في التلفزيون وفي الميديا وفي الموسيقى وفي كل حاجة ان الاحترام هو اساس كل حاجة في الحياة، كله بلا استثناء. الاحترام هو اللي هيخلق الحب، الاحترام هو اللي هيخلق الجنس، الاحترام هو اللي هيخلق المادة. الاحترام للنفس والاحترام للآخرين، حتى لو قدامي أنا مش بحبه هحترمه. Alright. وده بيجي من الشخص اللي بيحترم نفسه. يعني أنا لو أنا بحترم نفسي هتلاقيني بحترم الشخص اللي بحبه واللي مش بحبه، ولو حد بيني وبينه قضية هتعامل معاه برضو باحترام وإحنا في المحكمة. تخيل الـ 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 الأخلاق اللي احنا نسينا نترباها. والله فبشوف في جوازات كتيرة في حوالين العالم لما بدخل بيوت ناس وبسمع مشاكل ناس وببص من بره بالمنظار الخارجي بتاعي والعين الداخلية اللي عندي، انتوا عارفين ربنا رزقني بعين داخلية كده، فبخش في حياة الناس بعرف بالظبط مين اللي خد بالشبشب امبارح. يعني واخد بالك، بعرف امبارح بالليل الراجل ده خد بالشبشب من مراته، وامبارح الصبح الست دي كانت لسه مقهوره عشان واحد بيمن عليها وبيشتم فيها هي واهلها. من كلمتين كده بص في عينها، بص في عينه، دول واخدين بالشبشب، ودي حاجه مش حلوه. اتمنى ان احنا كعرب وكمسلمين او كمؤمنين او كاي حد بيوحد الله، اتمنى ان احنا نمارس الحب والاحترام شويه، عشان كده كفايه والله يا جماعه. اوكي، فشلنا في علاقاتنا كلها بلا استثناء، معظمها actually فشلنا ان احنا نوفر تفاصيل الاحترام من اول الريحة اللي انا ممكن ابقى بصدرها. الريحة، تخيل الريحة، الريحة not just perfume، مش مجرد برفان، الريحة اللي جسمي اللي شكلي اللي السبراي بتاع شعري ممكن يكون بيصدرها للشخص اللي قاعد جنبي احتراما لحواسه. ممكن يكون عنده أزمة، ممكن يكون عنده حساسية، ممكن يكون عنده، أفكر في إنه برفان ده ممكن يكون تقيل عليه، هيحصل له مشكلة في نفس في حواسه ولا في صحته، أو بعد الشر ممكن يكون البرفان ده قاسي شوية، ممكن أغري راجل مش يعني ما يصحش إن أنا أغريه، لأن أنا مش قصدي إن أنا أغري فلان ده، لأن فلان ده مجرد زميل، واخد بالك. So تفاصيل صغيرة احنا لو حطيناها في دماغنا، انا هقابلك بكرة الساعة 12 ميتنج معين، الساعة 12 الا 5 تكون موجود، وذر الميتنج ده عشان خاطر تعمل فلوس منه او عشان خاطر تجبر خواطر او عشان خاطر عايز حد يعمل لك يروح يشتري سمك all the way من كوالالمبور ويسخنهولك ويتبلهولك ويعرق عشان خاطر يعمل لك الحاجة اللي انت بتحبها ويعملها لك ويحط لك الشمع. ممكن يكون راجل وراجل على فكرة، اصدقاء يعني، مش ضروري حاجه عاطفيه. المهم ان انت وقت غيرك
ومشاعر غيرك وتفكير غيرك وحالة غيرك النفسية والذهنية والعصبية والمعنوية. انت كل انسان وتعاملنا مع كل انسان انه كله مهم عندي. البني ادم ده تكوينه حالته كلها بلا استثناء مهمة. الراجل ده يجي قبلي، الست دي تيجي قبلي، حتى لو هي متخلفة وفهماني غلط برضو هستحملها شوية وهي هتيجي قبلي في هذه اللحظة اللي انا بتعامل بيها، لغاية ما يبقى فيه رابرتوار بيننا. رابرتوار ازن يعني خلاص هيبقى فيه كوميونيكيشن، هيبقى فيه بيننا نوع من انواع العلاقات، وذر بقى علاقة حب او علاقة زواج او علاقة معارف مادية او معارف كده. وياريت ويكون الطف بمليون الف مرة ان احنا نكون في منتهى الشفافية واحنا بنوضح النيتشر بتاعت العلاقة اللي بنبنيها مع الناس الاخرين، لان في ناس عندها وات بيرسوناليتي، ناس شخصيتها حنينة قوي ودلوعة ونخشة، انا منهم للاسف. فمن غصب عني ممكن صديق راجل انا شايفاه كاخ رسمي اتعامل معاه بحنيه قوي قوي يفتكرني كذا، فانا بوضح ان اسلوبي الحنين ده والطبطبه دي والورديه دي ومش عارفه ايه ده انا بحب اعمل كده، بعمل كده مع الغريب، هعمل كده مع ايه مع الصديق. في ناس تانية اسلوبها ناشف جدا لان اتعلمت اسلوب ميري، بيصحوا الساعه 6 الصبح وبيتعاملوا بطريقه ميري، ما بيقولوش كومبلمنتس كتير مش عارفه ايه، بيوضحوا انه انا بحبك وكل حاجه بس انا ناشف ما بعرفش اتكلم، عشان نلتمس الاعذار ببعض ان احنا كلنا نازلين بدماغ مختلفه. فلو هنتعامل مع بعض في الدنيا دي يعني نتعامل باحترام، يعني ابونا ما اتعاملنا مع بعض خالص، واخد بالك انت وهو وهي يعني ملهاش اي ميتين لازمة ان احنا نحشر. الحياة واسعة، الارض فيها 7 بليون ولا كم بليون، مش كنا فاكرين ايام الكورونا بيقولك كان 7 بليون 7.5 بليون عايزين ينزلهم؟ تعال عدي عدي عدي، عايزين ينزلهم لبليون واحد؟ طب انت مش عايز تعدي انا هعدي، لا خلاص تعدي عادي. 7 بليون عايزين ينزلهم لبليون، الارض واسعه والبحر مليان سمك وفي ناس وشعوب وقبائل لا تعرف وفي كميه بشر بالهبل، كل مكان تروح فيه كل خطوه تمشي فيها ممكن تسلم على حد وتبتسم في وش حد، واوعى تقعد تبتسم في وش الناس اللي شكلها معاها فلوس بس يا مد يا حقير. كلهم كل البشر كنوز، كلنا كنوز وحقنا ان احنا نتعامل كاننا كنز. فلو اتعاملنا مع كل الناس بقلب كده واسع وندي كل الناس مهما حصل الاحترام اللي احنا عايزين ناخده ده، لو احنا بنحترم نفسنا اصلا هناخد خير، هناخد رزق، هناخد حب، هناخد احترام، هيتفتح لنا بواب. على فكره لما مارست الكيرتسي دي في المعامله مع ناس كتيره، كيرتسي يعني مش قادرة أترجمها باللغة العربية بجد، بس كورتيسي اللي هو أنا حريص على المعاملة معك، لما مارستها مع الناس دي والناس دي والناس دي في سواقتي، في الموسيقى العالية اللي بحطها وأنا بحب أحطها عالية وأوطيها في النيبرهود دي، في نبرة الصوت مش عارفة إيه، في الكلمة هنا إيه، في الحد اللي لسه متطلق ولازم أكبر بخاطره عشان هو أكيد نفسيته راح في الجلاشة دلوقتي، في الشخص اللي لسه خسران ولاده، في الشخص اللي لسه خسران فلوسه، مع ان انا ممكن يكون مليانة الف مصيبة لكن احط الروج من هنا. في ناس ربنا بيديها الامكانية ان هي تفصل عن نفسها وتدي لغيرها. لو عرفنا يا جماعة والله العظيم حب الغير ده والعطاء من احلى الرياضة اللي مارستها في حياتي. انا رايحة دلوقتي ما شاء الله قدر رايح الجيم عشان ابدأ اسبوعي. حب العطاء، انك تدي اللي قدامك وحتى لو طلع ابن 60 كلب ومش هيتمر في امه، خلاص ده ما تمرش في امه باي، انا عرفت ان انا جوايا كنز واسع بيدي لا يفني، سبحان الله، وده من عطاء الله. خلي بالك اوعى تفتكر ان هو لو بتدي حد اكل ولا فلوس ولا حب ولا طبطبه ولا اهتمام ولا سماعات، لو بتسمع حد عندك القدره انك تسمع والكلام ده كله، كان احدى ماي جاد فادر كان بيقول لي انت قلبك كبير، انا مش عارف ازاي قلبك كبير بتستوعبي ان انت بتسمعي كل مشاكل الناس دي. ف I had to remind myself ان اي حاجة فيها عطاء دي من ربي. ربي دلوقتي خد مني حاجات كتيرة جدا اساسية في حياتي، واداني مثلا حدة اني بحب الناس، بحبهم، بحب الناس، بحب البشرية، بحب كل انواع الناس، كل الجنسيات، كل الديانات، كل حتى الناس اللي تبدو متطرفة يمكن تطرفوا بأسباب معينة. فهو ادم فتح قلبي كده يبقى استخدم الموضوع ده لسبب.
وانا بمارس رياضة العطاء دي I swear to God it's very rewarding. حلوة جدا، حلوة ان انت تبقى عايز تدي مش عايز من اي حد اي حاجة ولا اي حاجة. يا سلام لو الحد ده استفاد، يا سلام لو انت عملت ماركتينج لحد وهو كسب فلوس قد كده، وتبقى انت كان ليك خير في الحاجة الحلوة دي، تبقى شجرة كده انت زرعتها مع حد ومشيت وجيت بعد كام سنة شفت الله الشجرة جابت حاجات كتيرة حلوة والناس دي كلها استرزقت منها، يعني في يوم من الايام كانت ايدي فيها الخير ده. Alright. So ارجوكوا والله العظيم يا جماعة، احنا مشكلتنا معظمكم يعني مشكلتكم ان انتوا طمعين بتفكروا في نفسكم بس، اللهم نفسي what's in it for me. كلمة what's in it for me دي هي دي اللي بتودي في 60,000 داهية. مش لازم المشوار ده يكون in it for somebody على فكرة، يعني ممكن تكون حاجة لحد تاني. ساعات باخد كروت معينة من مكان، الله فلان أسألني عن المكان ده، الله يبقى المكان ده سبحان الله أنا خدت معلوماته عمري ما هروحه تاني، بس واضح إن معلوماته عشان الناس دي تستفيد منه. ليه لأ؟ ليه ما يبقاش فيه خير وفي البحر صباح الفل؟ ده 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 جزء من الاحترام، العطاء ده جزء من الاحترام، وبيخليك انت غني وبيخلي الناس تقرب منك مهما عملت في اي وقت. الناس بتبقى حباك الله اكبر ما شاء الله وبتحب تقرب منك طول الوقت عشان انت بس ابيض من جوه وخزانه الله، خزانه الله. وعامل في دماغي اللي هو اوكي ان انا وعدت حد ان انا هقابله الساعه 12، لو اتاخرت عليه لو ما كلمتوش لو ما شفتوش لو مش عارف ايه ممكن يفكر بطريقه غلط، ممكن يحس ان انا برفضه، ممكن يحس ان انا قرفانه منه، ممكن يحس ان انا مستقليه بيه، ممكن مش عارفه ايه. لو في حاجه قهريه، احنا بنعمل كده في الانترفيو يا جماعه، ليه لما نعمل كده في الانترفيو بنقول اوه سوري اسفين ومش عارف ايه، وليه لما نيجي نعامل بعض ما نبقاش حاجه مهمه وغاليه وعرفت الناس كنوز ولاقيني ولا تغديني والحاجات اللطيفه اللي تربينا عليها دي هي فين دلوقتي؟ ها ليه الانضباط ده في 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 جبر الخواطر ما يبقاش حاجه غاليه جدا؟ ممكن تكون بتكلم حد دلوقتي نفسيته على وشك انها تنتحر، وكلمة طيبة منك تقلب له حياته، وكلمة وحشة منك تزقه للانتحار. ليه ما نفكرش في غيرنا بجد؟ والله فكروا فيها كتير. انتوا يعني مش كتير الناس بتحب تسمع الكلام الحلو، دايما بتحبوا تسمعوا الكرابيك بس، لكن الكلام اللي فيه حب بتاع يا عم تبلفنا بكلام الحب والعطاء والاحترام، واحترام هي الشقي عن ابوك معرفته، يعني اللي هو العيال اللي بتتريق يعني ان شعودوا كده في دوامه الخاره كده لفوا فيها وتبسطوا بيها. لكن في ناس كتير ما زالت محترمه وما زالت عايزة تشوف ان في خير في الدنيا. لا في خير في الدنيا ولسه في ناس فيها خير ولسه في ناس بتبقى بتدي حبا في اللي قدامها وطمعا في خزانة الله. يعني ف يتعاملوا الناس بالاحترام اللي عايزين تاخدوه، يا ما تعاملوش خالص لان انتوا مش هتلاقوا حد يحترمكم لو تعاملوا بعدم احترام. فكروا فيها كتير وعملوها تجربة اسبوعين كده، ثقافة العطاء وثقافة الـ الاحترام 100% 100% لوجه الله. اعملها والله تجربة، واكتب الدايري بتاعتك، هات ورقة وقلم وقعد اكتب كل ليلة اخر اليوم ده لما اديت لوجه الله ولما تعملت باحترام لوجه الله ووفيت بعهدك ووعودك وكلمتك يا اختي. وموضوع الكلام ده الواحد لما يبقى راجل ويفي كلمته بعشة، حتى لو بص حتى لو العلاقة مشبوهة بس انا قلت كلمة، انا طالب حاجة اهو، انا قلت لك هعمل كذا يبقى هعمل كذا. يعني اسود ومنيل ده انا واحدة ست ولسه مش ست كمان، والواحد بيمسك كلمته كأنها راجل سيف على رقبته، الله اكبر سيف حرفيا سيف، الواحد كان هيموت عشان كلمته. لا يا جدعان احنا محتاجين نسترجل. I love you guys. Bye.